اهلا بكم مشاهدينا الكرام من ملعب اولد ترافورد، حيث هذه الاجواء المثاليه لمباراه كبيره. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينه التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراه ضمن منافسات الدوري الانجليزي. كل المعطيات تشير الى اننا بانتظار مباراه على اعلى مستوى، على امل بان نشاهد مباراه كبيره بين الفريقين. ثلاث نقاط مهمه، البدايه السريعه، الدخول القوي لاجواء المباراه راح يكون له عامل حاسم في هذا اللقاء. إدينسون كافاني. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الشياطين الحمر في مباراة اليوم. فريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه خطة 4-5-1 الهجومية. وهذه هي التشكيلة اللي راح يبدأ فيها الفريق الضيف في هذا اللقاء. واضح من الرسم التكتيكي، شوف الطريقة اللي يلعب فيها الفريق 5-3-2 التقليدية. يعتبر مانشستر يونايتد واحد من أكبر الأندية في العالم وليس في انجلترا فقط. النادي دائما ما يحقق أرقام كبيرة فيما يتعلق بالأرباح، كذلك أيضا في عدد الجماهير، حيث يعتبر واحد من أكثر الأندية الشعبية حول العالم. مانشستر يونايتد يعلن عن انطلاقة المباراة. حاولت فتح اللعب على الجانب الآخر. كافاني، إيدينسون كافاني، لعبة تات وخذ بين الاثنين. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. أوليفر نورود، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. برونو فرنانديز، هجوم لمانشستر يونايتد، بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. إذا الحكم يحتسب تسلل، أعتقد أنه كان قرار شجاع لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. صحيح اللاعب كان قريب جدا من آخر مدافع، لكنه تسلل صحيح كما نشاهد في الإعادة. إيمانيا ماتيتش، فريد قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. بمبدأ الأمان المدافع بيخلص الكرة إلى التماس. فيكتور ليندلوف، فريد، إيمانيا ماتيتش، حتى الإمكانية هنا. تمريرات سريعة، محاولة لخلق المساحات، إيجاد الثغرة بالكرات البينية السريعة واللي تربك الخصم. تكون هذه الفرصة، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. برونو فرنانديز، قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. فريد، تصدي ممتاز. يفقد الكرة. ماتيتش، من جديد إلى ماتيتش.
يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. أوليفر نورود يفقدها بعد كنترول خاطئ. فريد يتقدم نحو المرمى، تخرج إلى رمية التماس. فريد فرصة لإرسال كرة عرضية، لم تنتهي الخطورة، مطالبين بإبعاد الكرة. رمية التماس للمانيو. هنا في مكان خطير، فرصة للعرضية، احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء. حكم يشير إلى ضربة ركنية بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. بركلية ترسل في وسط منطقة الجزاء، كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. انطلق على الطرف، ممكن يلعب لك كرة عرضية. تسلل يحتسب مساعد الحكم في هذه الكرة. بتعود مرة أخرى. مانشستر يونايتد يستحوذ ويسيطر على الكرة بشكل أكبر في هذا اللقاء، لكن حتى الآن لا أعتقد بأن المدرب تصدي من الحارس. مزرعة الكرة خطيرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. يحمي كرته بشكل قوي جدا. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كافاني. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. برونو فرنانديز. برونو فرنانديز. تسديدة يا رباه، مستحيل، كانت قريبة جدا، سنتيمترات قليلة، كم ممكن تحرك الشباك؟ العارضة تتدخل وتمنع هدف من تسديدة قوية. إيدينسون كافاني. الشوط الأول ينتهي 0-0. انطلاقة الشوط الثاني من ملعب أولد ترافورد. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. لوك شاو. إيمانيا ماتيتش. رمي التماس. توقع جيد في قطع الكرة. برونو فرنانديز. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. كرة في مكان خطير. حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد. أي رؤية، أي دقة.
كانت فرصة ذهبية للتسجيل لكن فيها راية. كما نرى في الإعادة أنه تسلل سليم لا غبار عليه، قرار صائب من حكم الراية، برافو. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. لاعب مانشستر يونايتد يستعد للدخول لأرضية الملعب. أوليفر نورود. بتروح الكرة للخصم. فريد. برونو فرنانديز. كافاني. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. ركنية إلى داخل المنطقة، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. ركلة حرة يحتسبها الحكم. تغيير الآن لصالح فريق شيفيلد يونايتد. الاستفادة من دكة البدلاء أمر ضروري بالنسبة للجهاز الفني، لأن الفريق يحاول أن يستغل هذا التغيير ويتمنى بأن يكون بمثابة الورقة الرابحة. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. ياخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. فريد. ماك توميني. لوك شاو. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. لوك شاو. مارسيال. الحارس بيخلص الكرة الرأسية، ما شكلت أي خطورة. إحصائيات المباراة توضح لك لماذا هذه الجماهير محبطة. ببساطة الفريق لا يحاول بشكل كافي ولا يظهر حتى الآن بصورة جيدة في أرضية الملعب، بحاجة إلى أن يلعب كرة أسرع، إلى أن يخلق فرص أكثر، بحاجة إلى تدخل مدربة في هذا التوقيت. إيدينسون كافاني. كرة متاحة للتسجيل. تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. فيكتور ليندلوف. فريد. برونو فرنانديز. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. لوك شاو. فيكتور ليندلوف. جماهير اليونايتد تشعل الأجواء، تشعل المدرجات. التعادل مرفوض هنا، يبحثون عن الفوز في الدقائق الأخيرة. برونو فرنانديز يتقدم باتجاه المرمى. عند الكرة الآن، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية بقبضة اليد، يبعدها الحارس. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. فقدوا الكرة. تعادل. أعتقد ما راح يدوم مع بحث اليونايتد عن هدف التقدم. يتقدم باتجاه المرمى. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. أوليفر نورود. سنشاهد الآن تغيير في الصفوف اليونايتد مع أول توقف في المباراة. تبديل في هذه اللحظات في صفوف نادي مانشستر يونايتد، ويدخل خوان ماتا في هذه اللحظات، لاعب اللي عنده قدرة على خلق المساحات والفرص وصناعة الأهداف. فريد. أنطوني مارسيال. لوك شاو. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. إيدينسون كافاني. فريد.
خوان ماتا، ضغط من مانشستر يونايتد لمحاولة تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. بعد مرور 90 دقيقة الفريقان يفشلان في فك الارتباط.